بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. أخبار الترجي الرياضي التونسي ليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 وإليكم أبرز العناوين. الترجي يعود فجر الغد وينطلق في الاستعداد للكلاسيكو، هذا موعد مباراة العودة في دوري الأبطال وموعد مباراة النادي الصفاقسي. مسلسل بن عياد وشرارة يتواصل والإدارة تعجز عن إيجاد حل. معين الشعباني يعود للإشراف على تدريبات الفريق. أكثر تفاصيل باش تلقاوها معنا في الفيديو، تابعونا للآخر وما تنساوش دعم القناة. بعد انتصاره خارج الديار يشد الترجي الرياضي التونسي الرحال من الكوت ديفوار الى تونس مساء اليوم، ومن المتوقع ان تحط طائرة بعثة الاحمر والاصفر بارض الوطن فجر الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 لتنطلق التحضيرات لكلاسيكو السي اس اس. يذكر ان فريق باب سويقة قد فاز بهدف نظيف على خصمه البوركيني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري ابطال افريقيا، هدف سجله المدافع محمد امين توغاي عن طريق ضرب جزاء في الدقيقة 28، ويسعى شيخ الاندية التونسية لتجاوز عقبة الديوان لبلوغ دور المجموعات ومواصلة رحلة بحثه عن التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في تاريخ. ومن المنتظر أن يستقبل الترجي الرياضي التونسي يوم 30 سبتمبر 2023 ضيفه الديوان البوركيني بملعب حماد العقربي برادس انطلاقا من الثانية بعد الزوال لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا. وبالعودة لهذه المباراة صحيح الترجي الرياضي التونسي يحقق نتيجة إيجابية ويعود بالفوز من الكوت ديفوار بالذات هدف لصفر، ولكن عديد المشاكل وعديد النقائص اللي ما زالت يعني متواصله في الترجي الرياضي التونسي، خاصه من الجانب الهجومي، غياب الحلول الهجوميه وغياب المهاجم القناص، كذلك بعض الاخطاء التكتيكيه الاخطاء الفنيه اللي شاهدناها في المباراه هذه، وخاصه التراجع الرهيب للفريق في الشوط الثاني وقبول اللعب، مشكله قاعده تتعاود في كل مباراه. نسجلوا هدف ومن بعد نرجعوا لتالي شوط كامل واحنا ندافعوا، وخلينا يعني الفريق البوركيني يقوى الثقة في نفسه وهدد مرمى بن شريفية في عديد المرات. نقطة سلبية قاعدة تتواصل كما صار لنا في مباراة تطاوين في البطولة الوطنية، نفس الشيء قاعد يتعاود ونفس السيناريو ونفس الأخطاء التكتيكية والأخطاء الفنية. الإطار الفني عليه بالتدارك سريعا، لأنه مباريات كما هذه مباريات في الشامبيونز ليج ولا جايتك السوبر ليج الإفريقي اللي ينطلق في 20 أكتوبر يعني تنجم تخلص كاش، خاصة يبدأ منافس قوي ومنافس محترم. ان شاء الله الاطار الفني يخدم على النقطه هذه، شوفوا تحسن في الاداء الفني للترجي الرياضي التونسي، لانه كما حكينا برشا اخطاء وبرشا يعني اخطاء تكتيكيه خاصه، والفكر اللي عند المدرب والاطار الفني قاعد هو نفسه ما فماش تطور، رغم انه قمنا بميركاتو كبير وشفنا تدعيمات كبيره في كل الخطوط تقريبا، وشفنا لاعبين عندهم يعني خصال فنيه محترمه ينقصهم حسن التوظيف. إن شاء الله ندركوا سريعا هذه الأخطاء. من جهة أخرى تدور نهاية الأسبوع المقبل منافسات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سيواجه الترجي في هذه الجولة النادي الصفاقسي على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وستكون هذه المباراة منقولة عبر شبكة قنوات الكأس القطرية. أما عن مسلسل تأهيل المهاجم البرازيلي رودريغيز، لا يزال المهاجم الجزائري بن عياد واللاعب الأردني شرارة يرفضان مغادرة الفريق رغم عديد الاقتراحات ورغم المفاوضات المطولة من طرف إدارة الترجي الرياضي التونسي. هذا وكانت اتخذت الإدارة قرار ببعد اللاعب شرارة عن التدرب مع المجموعة ليبقى يتدرب على انفراد رغم تعافيه من الإصابة. زالت نفس المشكلة ونفس الحكاية ونفس المسلسل اللي كما قلت لكم مسلسل مكسيكي ولا مسلسل تركي ولا كما تحبوا تسميه، لانه بصراحه مشكله كبيره وقعت فيها الترجي الرياضي التونسي، تعنت كبير ورفض رهيب من بن عياد وشراره، يعني عديد وعديد الاقتراحات الماليه وكذلك الاقتراحات يعني بايجاد فرق للاعبين هذم، ولكن يرفضوا. مانيش فاهمين شنو هو السبب وعلاش يرفضوا انهم يغادروا الترجي الرياضي التونسي ويخليوا الترجي في مازق كبير. مازق هو عدم تاهيل المهاجم البرازيلي رودريغيز، عنده شهر تقريبا هو يتدرب مع المجموعه وما نجموش ياهلوه،
من هنا ل 30 سبتمبر اللي هو نهاية الميركاتو. إن شاء الله الإدارة تحط ثقلها في الملف هذا، إن شاء الله الإدارة تتخذ الحلول الممكنة، وحتى كان فيها تكلفة مالية كبيرة على الفريق لازم القرار هذا يتاخذ، لأنه كما قلت لكم مش نبقاو في مشكلة لا قدر الله إذا ما تمش تأهيل رودريغيز من هنا ل 30 سبتمبر. النجم نأهله كان في الميركاتو الشتوي في شهر جانفي، وبالتالي اللاعب باش يبقى 3 ولا 4 شهور وهو يتدرب كهو مش يشارك، واحنا في حاجة ليه، خاصة وأن قادمين على مسابقة الدوري الإفريقي كما تعرفوا اللي تنطلق كما قلت لكم بكري يوم 20 أكتوبر. لازم نلقاو حل، لازم إيجاد حل سريعا مهما كلف الثمن، وحتى كان مش ندفعوا برشا فلوس، وحتى كان مش يوصل الموضوع أن نتعاقبوا يعني من الفيفا، لازمنا نلقاو معاهم حل ونتعلموا ونتعظوا من الأخطاء هذه، خاصة الانتدابات اللي ما تقدمش الإضافة واللي تكون عبء ثقيل على الفريق من الناحية المادية. وكما قلت أنا في فيديوهات سابقة ونعود ونقولها، تنجم الإدارة تخلي الكرة عند الجمهور هو اللي يتصرف، ويعرف الجمهور كيفاش يخليهم يخرجوا ويفسخوا عقدهم من غدوة، مش نبقاو نفوضوا فيهم المدة هذه الكل ويأخذوا في الوقت هذا الكل، ورغم الاقتراحات المتعددة والاقتراحات الكبيرة من إدارة الفريق ويعني وحطوا اقتراحات فيها برشا فلوس، ولكن اللاعبين هذم يرفضوا. إن شاء الله زاد الملف هذا يتسكر في أقرب الأجال، لأنه كما قلت لكم لازمنا نأهلوا المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز. وفي أخبار متفرقة، تغيب معتز الزدام عن رحلة الكوت ديفوار لأسباب فنية، خاصة وأنه اللاعب ليس جاهز بدنيا. عزيز فلاح هذا اللاعب اللغز بصراحة، الناس كل خذت فرصتها والناس كل لعبت وشفناها وحكمنا عليها، ولكن اللاعب هذا ما خذاش ولا فرصة، كان من أبرز اللاعبين في التحضيرات، ولكن قرار استبعاده كان فني بسبب أنه المدرب لا يؤمن بفكرة صانع الألعاب ويأتي كخيار ثالث بعد بن حميدة والسيلي في خطة الظهير أيسر. آخر خبر نختم به فيديو اليوم، عودة معين الشعباني مدرب الترجي لقيادة تدريبات باب السويقة استعدادا لخوض المباريات المقبلة من البطولة الوطنية وكذلك المسابقة الإفريقية. إذا المتابعين الكرام، هذه أبرز وأهم الأخبار الخاصة بالترجي الرياضي التونسي اللي ديما تلقاوها في قناتكم بكام سبور. نحب نشكر كل المتابعين، كل الأخوة من كل البلدان اللي قاعدين يتابعوا في قناة بكام سبور. الحمد لله وصلنا وحققنا الهدف الأول اللي هو 10,000 مشترك، إن شاء الله الهدف الثاني يكون 100,000 مشترك على شلاء، وإن شاء الله يعني القناة هذه تواصل بالمصداقية، وإن شاء الله نواصلوا في العمل، وإن شاء الله نطوروا من أنفسنا أكثر، وتشوفوا قناة بكام سبور إن شاء الله تقدم لكم حاجات جديدة، برشا تغييرات باش نقوموا بها في القناة، إن شاء الله تنال إعجابكم، ونوصيكم على مواصلة دعمنا والتفاعل على كل الفيديوهات. شكرا لكم متابعينا الكرام على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.